بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. على بعد خطوات وأيام احنا على ميعاد مع أجمل شهور الرحمن، شهر ربنا اصطفاه وكرمه من بين كل شهور السنة في كل زمان. نزل فيه الأمين جبريل على خاتم المرسلين برسالة الإسلام والقرآن. هنستعد ونطهر قلوبنا بالطاعات والعبادة والإيمان، هنشد الهمة وإحنا بنستعد لاستقبال شهر رمضان. إزاي نستعد لاستقبال الشهر الكريم؟ ده اللي هنقوله النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضلت الشيخ، سلام عليكم وأهلا بحضرتك، وكل عام وحضرتك بألف خير، رمضان كريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك، وكل عام وحضرتك وولادك وجميع المشاهدين بخير وسعادة وصحة وجبر خاطر. أمين يا رب. وإحنا يعني بنقول أيام بسيطة ونستقبل الشهر الكريم، وكلنا لابد أننا نكون مستعدين. إحنا بنستقبل ضيف عزيز علينا بيجلنا من السنة للسنة، استقبلنا ليه يكون ازاي؟ بسم الله والحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد، بعد ايام قلائل يطالعنا شهر عظيم وموسم كريم، شهر يعظم الله فيه الأجر ويجزل فيه المواهب ويفتح أبواب الخير فيه لكل راغب، شهر الخيرات والبركات، شهر المنح والهبات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، اشتهرت بفضله الآثار وتواترت فيه الأخبار. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، وينظر إلى تنافسكم في الخير ويباهي بكم ملائكة، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. رمضان بجد، شهر رمضان نعمة غير عادية، نعمة بجد يعني سابقة علينا كلنا، إن ربنا يديك الصحة ويديك العمر لما تحضر شهر رمضان. العمل وحدها نعمة طبعا. متخيلة حضرتك الجملة اللي هقولها دي، إنه العمل في شهر رمضان من صيام وقيام وتلاوة قرآن وإطعام طعام بيساوي أكثر من الجهاد في سبيل الله. متخيلة معليكي؟ الحديث عند الإمام أحمد في مسنده أن ثلاثة نفر، خلينا أقولها ببساطة كده، ثلاثة من أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا للجهاد في سبيل الله، استشهد اثنان وبقي الثالث، اثنين نالا الشهادة، واحد رجع. فاللي راجع لم ينل الشهادة راجع زعلان. نحن لا نقلل من الشهادة إنما نعظم من شهر رمضان. فاللي ما نالش الشهادة راجع زعلان، أصحابي أحسن مني، ربنا أنعم عليهم بالشهادة وأنا لأ. عاش بعديهم عام كامل ثم مات على فراشه دون شهادة. فواحد شاف الثلاثة في المنام، المفاجأة رأهم كلهم في الجنة، الله، إلا أنه رأى الذي لم ينل الشهادة أعلى منزلة في الجنة من الشهيدين. فحكى الرؤيا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لقى الصحابة بيتعجبوا، فسيدنا النبي قال لهم: مما تتعجبون؟ انتوا بتستغربوا ليه؟ مش هو عاش بعديهم عام كامل؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: مش هو صلى عام كامل؟ او هم ما صلوش؟ مش هو ذكر؟ مش هو حضر رمضان؟ نعم. وصامه وقامه ما استطاع؟ قالوا: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده انما بينه وبينهما كما بين السماء والارض. الله. فرمضان نعمة كبيرة قوي. رمضان جاي بيقول لنا بجد يعني ان مشكلتنا في الممكن مش في المستحيل. يعني ايه؟ حاجه كده علم نفسي يا استاذه لمياء. عارفه معليكي، هو ربنا كلفنا بما لا نطيق؟ لا طبعا. مؤكد لا. هل ممكن ربنا يكلفني ان اعد اوراق الاشجار؟ هل ربنا ممكن يكلفني ان اعد رمل الصحراء؟ لا خالص. ده هو كلفني اضبط نفسك. في غير رمضان بقول مش قادر. طب لم لسانك، في غير رمضان بيفلت مني. طيب قل لا
قدام أعتى شهوات البطن والفرج. طب أنا مش قادر. طب ده ممكن بيجي رمضان يساعدني على ده، بيجي رمضان يخليني أقدر أقول لأ، لأن أنا في غير رمضان أنا أجوع أكل، أعطش أشرب، تمام؟ في غير رمضان ممكن أتعصب على حد، في رمضان توجد كل الدواعي للعصبية ولا أتعصب. يبقى إذا رمضان بيقول لي مشكلتك مش في المستحيل، مشكلتك في الممكن. يعني أنت تقدر، أنت بتقدر تقول لأ قدام أعتى الشهوات البطن والفرج، فأين ذلك في غير رمضان؟ يعني هو تدريب على تهذيب النفس. تدريب، حلو الجملة برضو، صدق. من المقصورات دي بقى، من مقصورات الأستاذة لمياء. بالظبط كده، تدريب على تهذيب، حلوة خالص. تدريب على تهذيب النفس. العيا برضو. لا لا، حلوة خالص. انت ربنا بيفتح عليك وانت تعبانة، شفاك الله وعافاك، ربنا يخليك. ففعلا هو كده، هو فعلا كده يدربني على كده، ولدرجة انه بيصل بالنفس بالبلد كده الى ليفل الوحش. عارف حضرتك احنا بنلعب لعبة، اخر حاجة فيها ايه؟ هتقابل الوحش. رمضان بيخلي نفسي تصل الى ليفل الوحش. ازاي؟ انا في غير رمضان مش مريحاني نفسي تفلت مني وترجع وتقع وتقوم، يعني مطلع عيني. فدي يجي رمضان يعيني عليها قوي، فلقاها انضبطت قوي لدرجة انها لا تجرؤ انها تقول لي على حاجة غلط. ازاي؟ كلنا بنبقى في المكان الفاضي، انا قاعد في الشقه لوحدي مفيش حد معايا، وجعان هموت من الجوع، وعطشان هموت من العطش، ولسه بدري على الافطار، والبيت مليان من خير ربنا، بس ما اقدرش اعمل ده. المشكله مش في ما اقدرش يا فندم، المشكله ان لا تجرؤ نفسي ان تحدثني ان انا اكل او اشرب. صحيح. ايه الليفل ده؟ ايه ليفل المقاربه المراقبه ده؟ ايه العظمه دي؟ ايه العظمه في الانضباط النفسي؟ يبقى انت تقدر. رمضان جاي بيقول لك افتح قوس جديد، مرحلة جديدة، اصطلح مع الله، بتربي إرادتك ويربي عزيمتك. صحيح. ناخد أم محمد. ألو. أهلا وسهلا. ازيك يا مدام لمياء؟ الحمد لله بخير. ما أقول لك ممكن أكلم الشيخ حضرتك؟ تفضلي مع حضرتك. لو سمحت يا عم الشيخ، هي احنا امرات أخويا مش بتكلمنا خالص، يعني احنا كلمناها كذا مرة ونحاول يعني نكلمها من غير مقاطعة، يعني من غير سبب ولا أي حاجة، مش بتكلمنا من نفسها كده، يعني هي كانت بتكلمنا كتير يعني وحبت أيام وكده، وبعدين إجت مرة واحدة ما عادتش يعني بتكلمنا. احنا بنحاول نكلمها كذا مرة أنا وإخواتي وكده، وهي ما بتقدرش تكلمنا. ما هو أكيد في سبب حصل، ما مش ممكن تكون قطعت كده مرة واحدة. هي ما فيش حاجة حصلت، هي كانت معانا كل حاجة وبتكلمنا عادي وكله. كان في بس عندي مناسبة، كان عندي مناسبة بس ما دعاهاش على خطوبة بنتي وكده، ما يعني ما كانش، كان حاجة عادية يعني، كانت بكتاب عادية. دي مرات هو أخوكي موجود ولا مش موجود؟ أيوة موجود، وقلنا له قبل كده كذا مرة. ولما ثواني بس، أنت لما عملتي خطوبة بنتك أخوكي جه ولا ما جاش؟ أيوة إجا، كان عائلية على الرجالة بس، كانت رجالة بس. وبعدين هي يعني ايه زعلت ان احنا ما قلنالهاش يعني وكده. هي كانت قاعده رجاله بس، كاتب الكتاب كانت قاعده رجاله بس. هي كانت قريبه منكم. ايوه. فهي الوقت احنا بنكلمها وهي ما بترضاش تكلمنا، يعني حتى تشوفنا في الشارع وما تكلمناش. فده حكم ايه يعني؟ احنا بنحاول والله نكلمها وما احناش قلبنا فيها منها بحاجه ولا اي حاجه، ويعني احنا يعني احنا من ناحيتنا مفيش قلبنا اي حاجه ليها وحشه ولا اي حاجه، ويعني بنودها ورحنا لها قبل كده في العيد وكده، وبتقابلنا يعني بتقابلنا كده من غير نفس، لكن اخويا بيقابلنا كويس عادي. طيب. فاحنا نعمل معاها ايه بعد كده يعني لما حاضر يحصل حاجه عندنا او مناسبه زي لو قبل رمضان وكده، نعمل ايه يعني او العيد او كده؟ حاضر حاضر. تابعينا يا ام محمد. اتفضل فضيله الشيخ. والاصل رقم واحد ان احنا يا جماعه لابد ان يكون فيه مودة ورحمة فيما بيننا، فيه تواصل، لأنه القطيعة والشحناء والبغضاء من أسوأ ما يكون، ومن أكثر الأشياء اللي تدمر صيام الإنسان وقيامه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني يا جماعة من لم يدع، يعني من لم يترك قول الزور، كل قول باطل. فالكذب زور، والغيبة زور، والنميمة زور، والاستهزاء زور، ونقل الكلام زور، إلى آخره. والعمل به كل عمل باطل، فعقوق الوالدين عمل زور، قطيعة الأرحام عمل زور، الشحناء، إلى آخره. فاللي مش هيسيب قول الزور وعمل الزور
انت صايم عن ايه؟ انت فاكر ان الصيام عن الطعام والشراب؟ لا، على راسي من فوق، انا اسف وحقك علي. بعض الحيوانات بتصوم عن الطعام والشراب، لا، الصيام جاي يعلمنا ويقوينا ويهذبنا ويربينا، يمنعنا عن الاخلاق الفاسده، يمنعنا عن الغيبه والنميمه والكذب والشحناء والبغضاء والعقوق والقطيعه الى اخره. لذلك عند ابن خزيمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصيام من الطعام والشراب، انما الصيام من اللغو والرفث. فرقم واحد يا جماعه، احنا داخلين على رمضان، ما نضيعش علينا هذا العطاء العظيم، مغفرة الذنوب والعتق من النار وليلة القدر والقبول ده كله والرحمة دي كلها، ما نضيعهاش على كلام فاضي. رقم اتنين، اي حد هيقطع رحمه ملعون، والملعون يعني مطرود من رحمة الله. اي حد عاقل والديه ملعون، والملعون يعني مطرود من رحمة الله. يا جماعة، لو انا الرحم عندي مهش رحم، تمام، وخلي بال حضرتك احنا بنسمع من طرف واحد. أيوة طبعا. لازم في اسباب. طيب انا ممكن ابتعد بس من غير خصام ولا شحناء، وهجرهم هجرا جميلا، اعتزل ما يؤذيك. هي من الواضح ان هي كانت متعشمه فيهم، لانه فكره ان هي كانت كويسه معهم قوي وكانت معهم على طول وبتكلمهم. ممكن الموقف اللي حضرتك حكيتيه في تفاصيل تانية احنا ما نعرفهاش، او انت نفسك ممكن تكوني ما تعرفهاش مخليها ان هي بالظبط زعلانه. فاحنا ننصح بايه؟ رقم واحد، ممنوع الشحناء حتى لو احنا هنعتزل شوي، ممنوع البغضاء، ممنوع الكراهيه، ممنوع الخصام. يعني في اول رمضان نقول كل سنه وانت طيبه، عندنا مناسبه ندعوها اليها، جت اهلا وسهلا، ما جاتش برضو اهلا وسهلا. في العيد نقول كل سنه وانت طيب، ونتزاور حتى لو في بعض المناوشات، التزاور والكلام بيذيبها. صحيح، هي فتره وهتعدي. بالظبط. نقطه كمان، من بتقولي اخوكي كويس جدا جدا معاكي، طب عشان خاطر اخوكي. نقطة كمان، طب ما نجيب الأخ ونجيب زوجته ونجيب الإخوات كلهم ونقعد نتصافى، هيا بنا نتصالح عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من المقبولين. طب الخلاصة، ممنوع شحناء، ممنوع بغضاء، ممنوع خصام، مع أول رمضان نعيد، حتى لو هي ما ردتش أنا كده عملت اللي عليا وصفيتهم. صحيح. طيب ناخد مدام هاجر. مدام هاجر اتفضلي. ألو. أهلا وسهلا. ازيك يا مدام لمى؟ الحمد لله بخير. عامله ايه؟ السلام عليكم. الله يسلمك، ربنا يخليك يا رب. والله انا بفكر اقعد برنامج بتاعكم جميل وبتابعه كل يوم بصراحه، الحمد يعني الحمد لله نورتينا. جميل بستفيد منه صراحه، انت وفضلت الشيخ رمضان. الحمد لله نورتينا. الله يخليكي. كان عندي كذا سؤال للشيخ رمضان. اتفضلي اتفضلي. طبعا. ازاي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ الله يسلم سعادتك، اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب وكل عام وحضرتك بخير ومجبوره الخاطر. الله يخليك، وبصراحه اتعلمت من حضرتك كتير، ربنا يزيدك يا رب من علم يا رب. الله يسترك. كان عندي بس كذا سؤال كده، هو ان شاء الله باذن الله في يوم القيامه هنشوف ربنا. حضرتك كنت بتقول يوم القيامه هنشوف ربنا، طب هو ليه مكان معين احنا هنشوفه فيه، ولا ما احنا كل ما نيجي نعوز نشوف ربنا هنشوفه؟ ده سؤال. السؤال الثاني، حضرتك كنت بتقول سيدنا عمر في القبر من شدة قوة إيمانه كان بيقول من ربك، فبيرد عليه بيقول من ربكم أنت. احنا عرفنا المعلومة دي ازاي؟ المفروض اللي هو السؤال ده في القبر. سؤال ثاني، يوم في القبر فيه لو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، طب لو واحد مثلا عامل حسنات وعامل ذنوب الاثنين مع بعض، فهو في القبر هيبقى شايف ايه؟ يعني هيشوف جنة ولا هيشوف نار؟ تمام. وشكرا جدا لحضرتك. نورتينا. تابعينا مدام هاجر. حبيت اسئله ايه؟ طيب هي بتقول يوم القيامه هنشوف ربنا فين وازاي؟ مفيش حاجه في الكون في الغيب اسمها ازاي. الغيب لا يسأل عنه بكيف. ما تسألنيش ازاي خالص، مش حاجة اسمها ازاي وفي مكان ايه. لا طبعا، الله لا يعلم مكان ولا زمان. سنرى ربنا، سنرى الكيفية معرفهاش. كلنا هنشوف ربنا؟ لا مفيش حاجة اسمها كل هي كده. طب ما انا بسألك اهو. لا طبعا، انت اعمالك ايه؟ احنا نشوف ربنا بمقدار اعمالنا. من الناس من يرى ربه كل يوم، من الناس من لا يرى ربه الا مرة في الاسبوع ولا مرة كل شهر. مقدار الرؤية وزمنها وتكرارها يعود الى عمل الانسان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبيعي لا. طب هو في الاخر هيبقى في حاجة اسمها شهر ويوم واسبوع وكده؟ عشان المعيشة فقط، الحياة. مش ربنا قال في القرآن الكريم أصحاب الجنة يومئذ
خير مستقرا وأحسن مقيلا. أحسن إيه يا دكتورة لمياء؟ مقيلا. يعني إيه مقيلة؟ يعني إيه؟ مقيلة يعني القيلولة، والقيلولة دي اللي هي الراحة اللي بنستريحها بعد الظهر. فالعلماء قالوا إذن يوم القيامة هيبقى يسير قوي على المؤمنين وعسير على الكافرين، واضح انه هيعدي بسرعة جدا على المؤمنين بدليل الآية، لانه الانسان لا ينام نومة القيلولة او يستريح فيها الا بعد الظهر، فواضح ان هم مش هيقعدوا كتير. طب ما هو بينسب الينا كده، امال هيكلمنا ازاي؟ امال تدنو الشمس يوم القيامة من الرؤوس ازاي؟ فهي للعلم، فهماني حضرتك؟ اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. فيوم القيامة ما ينفعش اقول انا هشوف ربنا ازاي، طب انا هشوف انهي مكان. النص موجود، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. ازاي؟ لا ما تستاش ربنا سبحانه وتعالى. طيب بتقول سيدنا عمر في القبر، انا مش انا اول مره اسمع الكلام ده. انا ما قلتش هذا الكلام، ربما يكون اختلط عليها حد من مشايخنا ربنا يكبر خاطرهم جميعا، ربما يكون قال هذه الروايه، لكن هذه الروايه لا اصل لها. اول مره اسمعها بالظبط. انه يقول لك انه سيدنا عمر في القبر جاي له الملكان يسالوه من ربك؟ قال من ربكما انتم؟ من اللي قال لنا هذا الكلام؟ جت منين الروايه؟ الكلام ده لا اصل له، ولا الكلام ده يا جماعه قبل ما نقول قال رسول الله أو نقول حاجة لازم نفتش عنها صحيحة ولا ضعيفة ولا موضوعة ولا إسرائيلية. هذه الرواية لا أصل لها وأنا ما قلتهاش في حياتي. تمام. طيب بتقول القبر يكون نوع من حاجة من الاثنين، يا روضة من رياض الجنة، والعياذ بالله حفرة من النار. طب اللي أعماله، اللي عامل أعمال كويسة، واللي عامل أكيد كلنا عاملين الحلو وعاملين الوحش. مظبوط. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. هي القضية كلها احنا محتاجينك تنجح ب50% وربع، عايزين بس كفة حسناتك ترتفع بحسنة واحدة. ربنا ممكن يدخلك الجنة بركعة، ربنا ممكن يدخلك الجنة بسجدة واحدة، ربنا ممكن يدخلك الجنة بتسبيحة واحدة، ربنا ممكن يدخلك الجنة بنظرة حنينة لحد غلبان، ربنا ممكن يدخلك الجنة بكلمة طيبة جبرت بها خاطر حد. الجنة مفيش أسهل منها. ربنا هيدخلك الجنة بقلبك الطيب وبقلبك الأبيض وبعدم خبثك وبعدم لفك ودورانك. الجنة مفيش أقرب منها، ورحمة ربنا ما فيش أقرب منها. موضوع روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار برضو الكيفية أنا لا أعلمها، لكن الموضوع أنه من غلبت حسناته سيئاته نجا، وإن شاء الله بربع درجة بس. طيب حضرتك وإحنا بنتكلم على شهر رمضان وقلت أنه الفكرة مش فكرة أننا نصوم عن الأكل والشرب بس، لا ده تهذيب للنفس والأفعال كتير جدا ممكن نكون بنعملها في أيام غير. بتضحك على إيه؟ أنت اللي قلت تهذيب، أنا ما قلتش. الفكرة بقى أنه مع الأسف الشديد جدا ان في ناس بتيجي في شهر رمضان تلاقي عصبيتها ازيد من الايام العادية، وتلاقيها في الشارع بتتخانق مع اي حد يحاول ان هو حتى يعني يعدي من جنبه، ويقول لك محدش يكلمني انا مش طايق الهوى اللي بيعدي من قدامه وشي اصلا انا صايم. الامير الشعراء احمد شوقي قال الصوم حرمان مشروع وتأديب بالجوع وخشوع لله وخضوع، حتى إذا عرف الجوع من شبع وحرم المترف من بعض ألوان المتع، عرف الحرمان كيف يقع وألم الجوع إذا لزع. قيل ليوسف لم تصوم كثيرا وأنت على خزائن الأرض؟ قال أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. كلام عظيم. الله جميل. الموضوع يا هانم انه تربية على الاخلاق الفاضلة، مش تربية على المنع عن الطعام والشراب. يا جماعة اللي بيبقى وحش في رمضان بيقيم على نفسه الحجة من نفسه، دي نقطة مهمة جدا، لان انا لو في غير رمضان قلت الشيطان اغواني، فمن الذي اغواك في رمضان؟ نفسه بس. طيب فضيلة الشيخ واحنا بنتكلم عن استعدادنا لشهر رمضان المبارك، الصدقة داخلة ضمن الاستعدادات؟ من اعظم الأعمال اللي بيعملها الصائم في شهر رمضان هو الجود والصدقة، لأنه رمضان شهر إطعام الطعام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير في شهر رمضان من الريح المرسلة. فالعلماء قالوا إشمعنا سيدنا النبي زي الريح المرسلة؟ قالوا لأن الريح المرسلة بتمتاز بثلاث حاجات: السرعة والتتابع والشمول.
يعني يعطي سريعا ويكرر العطاء ويشمل الجميع غني وفقير، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. رمضان شهر الجود، أنا ليه بجود في رمضان؟ لأن ربنا بيجود علينا، بيجود علينا بالعفو، يجود علينا بالرحمة، يجود علينا بالمغفرة، يجود علينا بالعتق من النار، يجود علينا بالقبول، يجود علينا بليلة القدر. فربنا بيجود علينا، فأنا أجود على أسيادنا الفقراء رجاء أن يزيد الله جوده علي. أنفق أنفق عليك. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فطر فيه صائما كان مغفرة للذنوب وعتقا لرقبته من النار، وكان له مثل أجر الصائم دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. ده لو واحد بس فطرناه. فالصحابة يقولوا له يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. قال يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على تمرة أو مزقة لبن أو شربة ماء. الله. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة صدقة رمضان، يعني أفضل الصدقات أنك تتصدق في شهر رمضان وقت احتياجات الناس عشان نوفر للناس الإفطار والسحور. وعجبني قوي 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 التطور الدائم والمستمر والمتابعة والعمل المؤسسي في جمعية البر والتقوى، كرتونة الخير في شهر رمضان وفي غيره، ومطبخ الخير في شهر رمضان برضه وفي غيره. مطبخ الخير يا لم يهانم في كل المحافظات عشان يوصل وجبات الإفطار لأسيادنا الفقراء طازة دافئة جميلة زي اللي بناكلها بالظبط. فتخيلي عمل عظيم جدا، والعمل لم يتوقف على ذلك فقط، مش مطبخ خير بس، لا وسحور الخير. يعني كأننا بنقول لأسيادنا الفقراء ما تعولوش هم الطعام والشراب، انشغلوا بطاعة الله عز وجل. عشان في ناس ممكن تاخد الوجبة بتاعة الفطار تاكل زي ما بيقولوا كده بالبلدي نص بطن وتشيل الباقي علشان خاطر تلاقي سحور ليها. لا 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 كله لكن كلوا براحتكم وافطروا براحتكم، وفي سحور كمان من جماعة البر والتقوى وهم اللي مجملنا. أيوة يا ناس طبعا. يا ناس احنا اللي محتاجين اسيادنا الفقراء اكتر ما هم محتاجيننا. ان ما كنتش مدرك للحقيقة اللي انا بقولها دي يبقى عندك اشكالية. انا احتاج اسيادنا الفقراء أكتر من حاجتهم لي أنا، لأن أنا لما بروح أقضي له حاجته، أطعمته، تصدقت عليه، سددت دينه، زوجت ابنته، أنا قضيت له حاجة دنيوية. إنما هو لما ربنا سبحانه وتعالى أوجده في طريقي قضى لي حاجة دنيوية وأخروية. تواصلوا مع جمعية البر والتقوى وشوف ده بنفسك، ويلا نعمل مبادرتين. أنا هصوم أكتر من رمضان وهصوم رمضان لوالدي المتوفى. إزاي؟ بس بعد ما تشوفي التقرير. الشيخ رمضان قال لنا التقرير. يلا تفضلوا. أنا الوجبتين دول هيطلعوا يوميا، كل وجبة فيهم بتمثل صيام يوم. يبقى أنا كده صمت 3 رمضان. طيب هطلع وجبة على روح والدي ووجبة على روح والدتي كأنما صام معي، يبقى كأني بصوم والدي. يعني أنا أقدر أطلع الوجبات أيا كان هي وجبة أو اتنين أو زي ما أنا هشوف، وأوهب ثوابها أخذ أنا الأجر والثواب، واللي هوهب له ياخد الأجر. يعني معليك إن شاء الله والدك الحاج فهمي عبد الحميد الله رحمه الله، الله يرحمه، خليه يصوم معاك رمضان السنة دي وجبة يوميا على روحه. تمام. وصلوا مغفرة لذنوب وعتق رقبته من النار وله مثل أجر الصائم، يبقى كأنه صائم معك. الله. وحضرتك تاخدي دول برضو، مغفرة لذنوبك وعتق رقبتك من النار ولك مثل أجر الصائم وزيادة برك لوالدك. يعني أنا عملت 30 وجبة في رمضان، أقدر أجمع في الوجبة الواحدة؟ لا. أو يعني لا أيوانا تعرف أنا ما أقدرش أجمع نية في الوجبة الواحدة. الوجبة لوالدك، وجبة لوالدتك، وجبة لجدتك. تمام كده. يبقى عليك 3 وجبات. فهمت كده. انما وجبة واحدة واضرب في 5، ما انا بسأل عشان كده. ما عشان كده قلت لك لا قبل ما تكملي. لا لكن هو مبادرة حلوة طبعا. انا فاكر والدي، انا حتى في الاضحية لازم اعمل كده. في الاضحية هضحي لوالدي، هجيب خروف او هجيب عجل فيه 7 نيات، نية لي أنا وولادي وبيتي، ونية كذا، ونية الوالدي، ونية الوالدتي. خليهم معاكم يا جماعة، خليهم معاكم وإحنا كسبانين. والله. واللي بيعن على ده كمان التنظيم العظيم لجمعية البر والتقوى.
في كرتونة الخير، الكرتونة بتأكل كم حد ممكن غير الوجبات، الكرتونة بتأكل مثلا أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة أسبوع، تمام؟ طب أنا لو جبت 4 كراتين بأربع أسابيع في 5، الله أنت فهماني حضرتك؟ أعمل كده زي ما بندرس أمورنا الدنيوية ندرس أمورنا الدينية ونرتب ده ونتابع ده. ده نقطة مهمة جدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه اللي بيتصدق بصدقة مهما كانت قليلة يعطيه الله 4 أشياء: ينزل الله البركة في ماله، يحببه إلى خلقه، يدفع عنه البلايا والعهات، يجعل صدقته سترا بينه وبين النار وظلا على رأسه يوم القيامة. أمين يا رب. محطات التحلية من المبادرات العظيمة اللي بتقوم بيها جمعية البر والتقوى المصرية، وزي ما بنقول المية هي حياة، مفيش حد يقدر يستغنى عن المية، مفيش حد يقدر يعيش من غير ما يشرب. يعني من باب البر برضو احنا الاسماء اللي احنا شايفينها قدامنا على الشاشة هتلاقوا ناس كتير جدا عاملين لأولادهم، ودي ده الجميل ان احنا نبرهم حتى بعد وفاتهم وبرهم برضو وهم موجودين. ملف المية في جمعية البر والتقوى من الملفات العملاقة جدا، كمحطات تحلية عملاقة، كوصلات مية للبيوت، كوصلات مية للقرى، كآبار اللي بيسموها ارتوازية، آبار قوية جدا وعظيمة جدا، ملف ضخم قوي. المبردات في أيام الصيف ملف عظيم جدا، ده صدقة جارية عظيمة جدا وزكاة جارية عظيمة جدا. والصدقة الجارية ينفع أعملها لوالدي وهو على قيد الحياة ولوالدي بعد وفاته ومن ماله أو مالي أنا، وصى أو لم يوصي. محدش يطلع يقول لك صدقة الجارية لازم اللي عمله، مفيش الكلام ده أصلا. الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن عبادة أنه كان على سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وحضرت أمه الوفاة، فقيل لها: يا أمه ألا توصين؟ قالت: بما أوصي ولا مال لي، والمال مال سعد. وماتت وحضر سيدنا سعد بن عبادة بعد موت أمه، فلما علم بموتها ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن أمي ماتت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ هي ما وصيتش وما عندهاش فلوس. فقال: نعم تصدق عنها يا سعد. قال: يا رسول الله ما أفضل الصدقة؟ قال: سقي الماء. يا رسول الله ما أسرع الخير ثوابا؟ سقي الماء. محطات التحلية وصلات المية الآبار أعظم زكاة جارية، أعظم صدقة جارية. وما شاء الله جمعية البر والتقوى صار لديها خبرة قوية جدا في الباب ده، خبرة عظيمة. واحنا كمان في رمضان اول حاجة حضرتك بتدور عليها المية، نجري عليها على طول، بنجري على المية. وفي الجنة 8 أبواب فيهم باب مش اسمه باب الطعام، باب اسمه الريان. باب ايه؟ الريان. الريان جاية من الري اللي الناس هنا ربنا يسقيه يوم القيامة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ولذلك عندنا في يوم القيامة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الجنة الكوثر النهر العظيم في الجنة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. مش عايزين ننسى كمان التبرعات العينية برضو من المبادرات المهمة اللي بتقوم بيها جمعية البر. افتح دولابك، افتح احنا المبادرة دي بدأت من عندنا هنا، افتح دولابك ومش دولابك بس، ده انت يعني افتح اي مكان عندك من باب بيتك، وانت بتفتح باب بيتك كده اي قطعة موجودة عندك انت بتستخدمهاش، اي لبس موجود في دولابك، اي ادوات موجودة في المطبخ، اي قطعة موبيليا، اي سرير انت مش محتاج، ايا كان هو ايه داخل بيتك انت مش محتاجه تقدر تطلعه. صحيح. لانه اللي مش محتاجه انت هم بالنسبة لهم بيبقى يعني حضرتك الجمعية اجهزة جديدة وتجهيز للبيوت وفرش للبيوت ومبادرة امان ودفع، ومع ذلك ايضا بتعيد تأهيل لو في جهاز انت مش عايزه، لو في هدوم انت مش عايزها. فعلا افتح دولابك في حاجات كتير وحاجات حلوة جدا جدا، وما تستقلهاش. ان كانت قليلة عندك عند غيرك كثيرة، انفق انفق عليك، انفق ولا تخشى منزل عرش اقلالا. ربنا يتقبل من الكل. نورتين يا فضل الشيخ، بشكر حضرتك، بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كل يوم رشوف حضراتكم بكرة على خير ان شاء الله. سلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين: تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو انا عايز ايه؟ ده جماع لخيري الدنيا والاخره. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الاخره. خلاص. اللهم صلي وسلم
وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على